عليكم يا رب يسعد اوقاتكم بالخير. انا عاطف ابراهيم ودي قناه المستر كوك. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل المكرونه في البيت، ازاي نعمل عجينه المكرونه ونصنفها لاشكال كتير. انا الحقيقه كنت منتظر المكنه اللي هشتغل بيها اللي هي الفراده ديت، مكنه المكرونه. طبعا في منها اشكال كتير واصناف كتير، واكيد كلنا عندنا منها في بيوتنا. فطبعا ده النوع اللي انا عملت اوردر عليه وكنت منتظر يجي، واول ما جاتني على طول فكرت ان انا اعمل معاكم عجينه المكرونه في البيت، وان شاء الله تطلع حلوه خالص وتعملوها بايديكم وتبقى احسن من المكرونه الدراي اللي بنجيبها من بره جاهزه. ديت الفراده بتاعتي اهيت، او دي ماكه المكرونه اهيت. طبعا انا جايب نوع صغنن شويه، انا مش محتاج الكبيره في حاجه. هنعمل معايا عليها مكرونه وهنتعلم ازاي ان احنا نستفيد بيها في حاجات كتير غير اننا نعمل بيها بس عيش في البيت وكده. ناس كتير بتستخدمها عشان تعمل بيها عيش، لكن الصراحه هي لها استخدامات اكتر بكتير. هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نستغلها في اصناف كتيره في المكرونات والشعريه والحاجات دي. ديت المقادير بتاعتي اهوت اللي انا جهزتها لكم عشان نعمل بيها المكرونه. انا عندي هنا سيمولينا. السيمولينا ديت نوع من انواع دي الذره، خشنه شويه. ديت نقدر نستخدمها في عمل المكرونه، ديت مهمه جدا في استخدام المكرونه في اننا نعمل بيها المكرونه. وده الدقيق بتاعنا، دقيق كل الاغراض العادي خالص. وده صفار بيض، اصفر بيض، نقدر نجيبه علب جاهزه او نقدر نجيب البيض اللي عندنا ونفصله ونفرز الاصفر لوحده والابيض لوحده. استخدامنا هيبقى في اصفر البيض. وديت معلقه ملح، وده زيت زيتون، وده عصير ليمونتين اتنين، ودي فراده خشب عاديه خالص، ودي قطعه، ودي السكينه برده اللي بنقلب وبنقطع بيها. هنبدا نجهز حاجتنا يلا، ونشوف هنعمل ايه، ونثبت المكنه على الرخامه ونبدا مع بعض نعمل عجينه المكرونه. يلا نبدا مع بعض. ادي الرخامه عندي، انا حابب ان انا اشتغل على الرخامه. طبعا لو عندنا عجانه اللي هي بالكهرباء نقدر نعجن بيها مفيش مشكله خالص، بس انا حابب اعملها على ايدي عشان خاطر الناس اللي ما عندهاش امكانيات متوفره تقدر تعمل عجينه بكل سهوله في البيت زي ما انا هعملها دلوقتي. اول حاجه بجيب كوبايه الدقيق، بفضلها الرخامه، الرخامه نظيفه زي ما احنا شايفين. كوبايه الدقيق اهيت، وعليها كوبايه السيمولينا اهوت، وبحط الملح برضو اهوت، معلقه ملح كبيره. ببدا بالقطاعه ديت او بالسكينه ديت، ببدا اقلب الملح بالسيمولينا كده. السيمولينا دي موجوده في المحلات كلها يا جماعه، يتروح بس اي محل من السوبر ماركت تساله في القسم اللي هو الدقيق والحاجات ديت هتلاقي السيمولينا فلاور ده موجود هناك. السيمولينا الغرض منها انها تديني مكرونه شبيهه بالمكرونه الجاهزه، وفي نفس الوقت تديني اللون الاصفر، وبتبقى طعمها حلو خالص. اهو كده انا قلبت الدقيق مع بعضه مع الملح، حلو كده اخوات. خلاص بعمل فتحه كده في النص، ببدا احط صفار البيض كده. هحتاج ميه بس حاجات بسيطه خالص تساعدني على ان العجينه تتماسك. بجيب عصير الليمون اهوت، ده ليمونتين اتنين معصورين. الليمون مهم جدا جدا في عجينة المكرونة عشان العجينة لما تقعد معايا، لو انا مش حابب اشتغل بيها النهاردة وحبيت ان انا اشيلها اليوم تاني، العجينة ما تسودش او يحصل اي اكسدة من البيض. بقفل كده اهوت، لما نعمل المكرونة في البيت بايدينا او ببدأ احط الملح اللي سوري المية، احط شوية مية كده وأقلب. كده أنا بعجن اهوت، لازم العجينة تنضف كل الدقيق اللي موجود على الرخام عشان أضمن إن هي خلاص تماسكت في بعضها ولمت نفسها. بعد كده زي ما احنا شايفين في العجينة لونها عامل ازاي، ما ينفعش تبقى العجينة سايلة أو طرية خالص. شايفين العجينة هي أدي قوام العجينة. خلاص هي لمت كل دي الزياده اللي عندي على الرخام اهو زي ما احنا شايفين اهوت. بصوا لما بغرز ايدي فيها اهيت العجينه، طبعا مش بتلزق خلاص. دلوقتي انا هركن العجينه جنبي حوالي 10 دقايق ترتاح عشان اقدر افردها بسهوله على ما اثبت المكنه بتاعتي في الرخامه، ونبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه.
العجينة بتاعتي خلاص اهيت، انا عملتها وغطيتها ببلاستيك عشان خاطر الوش بتاعها من فوق ما يبقاش دراي ما ينشفش. هنبدأ مع بعض، يلا نشتغل بيها. وادي المكنة هي الفرادة، انا ثبتها في الرخامة بالطريقة اللي انتوا عارفينها المعتادة يعني. اهوت يلا نعمل العجينة. شوفي العجينة عاملة ازاي، حلو خالص، مش بتلزق ولا اي حاجة اهيت. هبدأ اقطع العجينة كده جزئين او ثلاثة زي ما احنا حابين كده. هبدأ اشتغل بالجزء ده دي عشان خاطر انها ما تلزقش في الرخامة وانا بفردها، وكمان عشان تقدر تعدي من الفرادة بسهولة. بنشابة يدوي كده عادية خالص اهوت، بحاول اخلي قطر العجينة يبقى قريب من حجم الفرادة بتاعتنا، المكنة بتاعتنا. بتيجي بقى مرحلة المكنة بتاعتنا اهيت كده. ببدأ بظبط المكنة على درجة متوسطة هنا تقريبا على 3. ببدأ احط العجينة كده اهوت، بفردها، شايفين اهي نزلت معايا. ببدأ اصغرها شوية كمان، ناس ارفع كده. حلو خالص المقاس ده معايا اهوت. هحاول اعرضها بايدي شويه، مفيش مشكله ان انا اتحكم فيها بايديا كده. مش مطلوب مني ارفعها قوي، انا بخليها على درجه 2.5 عشان لازم المكرونه تبقى العجينه بتاعتها ماسكه نفسها شويه. بقدر اقطع كده، بقطع الحجم اللي انا محتاجه اهوت، اللي هو هيبقى طول المكرونه زي كده اهوت. بديها رش دقيق خفيفه خالص كده، وببدا انزلها منها. لو أنا الجزء ده لو حابب اعملها شعريه رفيعه خالص، لكن الجزء ده لو حابب اعملها لانجويني اللي هي المكرونه الايطالي، انا افضل ان اعملها لانجويني اهوت كده. باخد الحته العجينه اهوت بحطها هنا، وابدأ ألفف كده تماني اهوت. تعالي كده، تعالي هنا. ببدأ استقبل العجينة من ورا اهوت، زي ما احنا شايفين العجينة نازلة من المكنة اهوت اهيت. ادي المكرونة، لو في حرف اللي هو الحرف الخارجي ده متكسر مفيش مشكلة، احنا بنشيله، بنجمع اي مكرونة او اي فضلات عندنا وبنقدر نعيدها من تاني اهيت كده اهو. من البداية لحد اقول لكم، لو انا الحرف ده مضايقني بقطعه كده اهوت في الاول قبل ما ابدأ اشتغل. دي تقدر استخدمها اهو كباستا شيت او عجينه يعني، اقدر اعمل بيها اللازانيا او اقدر اعمل بيها الكانيلوني زي ما عملناه قبل كده بنفس الطريقه دي اهوت. هنزلها هنا تاني اهوت عشان اعمل كمان مره زي ما احنا شايفين كده اهيت اهو. اقدر اديها شويه دقيق كده خفيف خالص عشان خاطر ما تلزقش ببعضيها اهوت. ويبقى عندي صاج زي كده عليه ورقه، وابدا اشيل احط فيه المكرونه كده اهوت. لو انا بعمل على عدد افراد ممكن اتنين مع بعض يبقوا على قد فرد واحد، ممكن واحده بس لو هو مش حابب ياكل مكرونه كتير. حاجه فعلا يعني جميله، تستاهل فعلا ان احنا نتعب شويه علشان، وزي ما احنا شايفين يعني الموضوع كله مش هياخد دقايق يعني، ومش مطلوب نعمل كميه كبيره، لا احنا بنعمل كميه على قد على قد العشاء بتاعنا بس، او على قد الغداء، او على قد عدد الافراد الموجودين عندنا اهوت. بقطعها كده عشان اقدر اعمل منها الكميه اللي انا عايزها اهيت. شايفين لا 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 لا، احلى مكرونه تستاهل ان انتوا تعملوها في البيت اهوت. طبعا معظمنا عندنا المكنه ديت بس مش بنستخدمها في حاجه، لا يا جماعه من هنا ورايح هنستخدمها وهنعمل بيها حاجات كتير خالص. هبدا اوريكم الشكل التاني اهوت من المكرونه دي، ممكن تبقى سباكيتي عادي او ممكن نستخدمها على انها شعريه اهيت.
بالشكل ده. شايفين؟ انا مش شايف من هنا الصراحة. اهيت طلع جميلة خالص اهيت. هنضحط لها شوية دقيق صغيرين. نعمل كمان مرة. بتطلع معانا سباكيتي حلوة خالص اهيت. شوية دقيق كده عشان ما تلزقش ببعضها. هي مش هتلزق ولا حاجة بس احتياطي اهوت. نقدر نعملها زي ما المكرونة زي الشعرية اللي هي بنعملها باللبن للفطار. نقدر زي ما هي كده نفرشها في صاج وندخلها في الفرن تتحمص، وبعد كده نعملها طبعا ايه باللبن وبالزبيب وبالسكر، حاجة تبقى ايه حاجة ديزرت كده او حاجة تنفع للبريكفاست. حلوة قوي بجد جميلة اهيت. او طبعا نستخدمها الاسباجيتي الاستخدام العادي هو زي ما احنا شايفين كده. هو اللينجوين زياده طبعا زي ما احنا فاهمين. ساعات بنشوف مكرونه لونها اخضر او مكرونه لها الوان مختلفه. احسن نوع نقدر نعمله في المكرونه او افضل طريقه نقدر نلون بيها عجينه المكرونه ان احنا نعملها بالريحان. بنجيب طبعا ورق الريحان ورق البازل ونطحنه مع زيت الزيتون في الكبه اللي عندنا العاديه وناخد منه اللون الاخضر، ونقدر نضيفه مع العجينه واحنا بنعجنها. ادي الفضلات اللي فضلت كلها اهيت، مفيش اي مشكله خالص ان انا اعجنها من تاني. المهم مفيش حاجه تترمي اهيت كده. لما نرفعها كمان سنه صغننه خالص. اول استخدام للمكنه كان النهارده اهوت، وديكوا شفتوا بنفسيكم. حبيت اجربها عشان ايه اشوف الكفاءه بتاعتها، بس الصراحه هي حلوه خالص هي. انا هكمل اعمل كمان شعريه تاني عشان دي طبعا مش كفايه خالص اهوت. تقدر زي ما قلت لكم ينفع تبقى شعريه بالسكر محمصة كده للفطار، وممكن تبقى تستخدموها اسباكيتي بالصلصة زي الاسباكيتي العادية اهو كده. شايفين حاجة كمان يا جماعة؟ لو احنا اول ما نعمل العجينة ديت لو احنا مش عايزين نستخدمها النهاردة بنشيلها زي ما هي كده في الصاج في الفريزر لأي يوم احنا محتاجينها فيه. تقعد معانا في الفريزر، بس المهم ان احنا نغطيها ببلاستيك ونشيلها في الفريزر لأي وقت. الحاجة كمان نقدر نخزنها عن طريقة ان احنا ممكن نحطها تبقى دراي، نركنها او ننشرها على ستاند او زي شماعه عاديه خالص ننشفها، ونقدر ايه نستخدمها او نخزنها انها تبقى دراي. بس شايفين عامله زي كده؟ انا حابب ان استخدمها فريش اهوت. ادي الشعريه بتاعتنا، شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ ايه رايكم؟ شعريه جميله خالص اهيت. يلا بالهنا والشفا اللي يجي ياكل معانا النهارده منها اهوت كده. احنا عملنا كده صنفين اهوت بكل سهوله. كل حكايه كوبايه دقيق، كوبايه سيمولينا، وصفار بيض حوالي 6 صفار بيض. لو صفار البيض مش متوفر بالكامل كده نقدر نفرزه احنا بايدينا نفصله، او نقدر نعمل بيض بحاله بس مش هيدينا نفس اللون ده، هيبقى اللون ده لايت عن كده، هيبقى فتح عن كده شويه كده. انا خلصت المكرونه بتاعتي، العجينه بتاعتي اهيت زي ما احنا شايفين. هبدا اجهز ان انا اعمل طبق من لانجويني، دي اسمها لانجويني، ومع بعض خطوه خطوه هنعمل طبق بيها ناكل حاجه فريش مع بعض. يلا ثواني هبدا اجهز وارجع لكم تاني. معلومه مهمه يا جماعه، مهمه جدا عشان نحافظ على المكنه بتاعتنا بتاعت المكرونه. ما ينفعش ابدا نهائي ان احنا نحط عليها ميه او نغسلها بالميه. كل حكايه ان احنا اول ما بنستخدمها بنشفها بمناديل، بنرمي الدقيق من عليها، الدقيق بيحافظ عليها من الصدى. لكن اي ميه نحطها ونفكر ان احنا ننشفها ونحطها في المكنه مثلا في الواشر ماشين، ده غلط. ما ينفعش ابدا ان احنا نعرضها لاي ميه، عشان المكن ده مهما كانت استلس او ان هي ضد الصدى هي فعلا بتصدي برضو. انا عاطف ابراهيم ودي قناه مستر كوك. مش هوصيكم طبعا شير ولايك وسبسكرايب. الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع السلامه.